عليكم بالمجابهة. عنوان المؤتمر الدولي الـ32 لمكافحة العدوى الذي يناقش على مدار 5 جلسات علمية وورشتي عمل التحديات الكبرى التي تواجه جميع العاملين بالرعاية الصحية وبخاصة مسؤول مكافحة العدوى وآثار التغيرات المناخية والنزاعات في المناطق المحيطة التي تساعد على انتشار العديد من الأوبئة والأمراض. المنظمة دورها قلت لك في كثير عندنا الدلائل الإرشادية، الخطة العالمية، الإطار التنفيذي اللي صدر 2024 يعني حديث جدا، والمنظمة دائما توصي إلى الدول الأعضاء أنه بتنفيذ مفردات هذا الإطار التنفيذي، تنسيق مع وزارة الصحة، إقامة الدورات، زيادة الوعي بهذا المجال، وأيضا الآن فيه هي كيفية تغيير السلوك. هذه إرادة لتغيير سلوكيات الموضوع. نتناول إزاي المسؤول عن مكافحة العدوى يعد نفسه إن هو يبقى يشارك في هذه المعركة وإن هو إزاي ينتصر في هذه المعركة. بنتكلم طبعا على كل الاستراتيجيات الخاصة بمكافحة العدوى في التأهب في التصدي لهذه الكوارث. بنتكلم على دور المعامل، مهم جدا معامل الميكروبيولوجي بالذات الحقيقة، لأن بيبقى ليها دور جامد جدا في توقع حتى حدوث الأوبئة وانتشار الأمراض. دور الاعتماد في تقديم الخدمة الصحية المتميزة، ويمكن احنا عندنا ورشة عمل متميزة جدا. الورشة دي هنتكلم فيها على زي ما بنقول الممارسات المثلى لمنع مكافحة العدوى في وحدات الرعاية للمبتسرين. كما يناقش المؤتمر التهديدات العالمية الحالية وألقى الضوء على مسببات الأمراض الاستثنائية المطالبة بالرجوع إلى الأساسيات من منظور حديث، إضافة إلى الممارسات المثلى في وحدات الرعاية الصحية. العدوى هي عبارة عن جميع العاملين في المكاخ الطبي، جميع القيادات الصحية والقيادات السياسية الداعمة لهذه المنظومة الصحية العربية المصرية الإقليمية ثم الدولية. كل هذه المجموعة كل واحد بيشارك فيها بجزء منها عشان يصل إلى إن نقدر نعمل مكافحة عدوى على مستوى إقليمي أو على مستوى عربي أو على مستوى وطني إن شاء الله. برضه لازم يبقى كل الناس عندها وعي بيعني إيه كلمة مكافحة العدوى، لأن هو هيعملها في البيت وهيعملها في المدرسة وهيعملها في الهيلث كير سيتنج. فيمكن الجزء بس إن أنا أربط مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية ده بيبقى فيه ناقص حتة. فإحنا عشان كده بنكمل الجزء ده، الناس كلها تبقى انفولفد معانا وانجيجد معانا على مستوى المجتمع كله. تعد مكافحة العدوى والوقاية خط الدفاع الأول والحصن المنيع للعديد من الأمراض وبخاصة الأمراض المعدية، بما يعمل على توفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض. محمد حلمي، أني للأخبار.